أول شيء مبدأ الحوار لا شك كلام إيجابي جدا وما حدا ضده أبدا نهائيا، فينا نحكي مع بعض البعض بمكتبي وبمكتبه بكل شيء مبدئيا، إنما الدستور ما بينص أني أنا لازم أنزل على جلسة حوار بالأول لحتى بعدين أعمل جلسة انتخابات. بعدين خلي نذكر كل اللبنانيين، مع أنه الذكرى كتير أليمة جدا جدا، أنه بالدوحة إذا لو ما كان في 7 أيار بال 2008 بقوة سلاح حزب الله ما رحنا على الدوحة، ولم يفرض علينا إذا بدك شيء فعلا خارج القانون وخارج المنطقة وخارج الشراكة الوطنية. فرض بالدوحة تلت المعطل ولو كان كنا يعني كانت مقنعة تحت عنوان ولا الوزير الملك اللي انقلب بعدين صار مع حزب الله وحوارات تحت ظل السلاح، أنا برأيي اليوم حكما لن نقبلها نهائيا، وهي لو كان منصوص عليه بالدستور كنا سبقناهم لحنا الأمانة. بعدين نقدم شيئا، قدمنا أشياء، كان عندنا ميشيل معوض مرشح من أول جلسة والفريق الآخر ما كان عنده مرشح، وكان هو يعني يفقد النصاب دائما بعد دورة الاقتراع الأولى، ثم بعدين كذلك لما شفنا أنه في مصلحة وطنية أن ينسحب ميشيل معوض، انسحب ميشيل معوض بالتوافق اللي احنا وياه مبدئيا نقول لحنا رحنا تقاطعنا مع فريق حكما منا قريبين لقلوب السياسة على خيار آخر لنسهل الأمور تماما، إنما أن يكون هناك فرد ملزم منه دستوري منه قانوني لن ننفذه مهما كلف الأمر. بعدين مش أنا أتهم بالتعطيل لحنا، وأنا قلت امبارح بجلسة وقاسم هاشم موجود مبدئيا أنه بلبنان كل عمره إثبات الاستحقاقات كان تحصل بوقتها ما عدا بمرحلة الوجود الإيراني أو الاحتلال الإيراني. نعم أيام إيميل لحود يعني تأخرت الانتخابات، أيام حكما رئيس ميشيل سامية تأخرت الانتخابات وفرض فرضا بقوة السلاح بسبعة أيار ثم بعدين بالدوحة، ثم بعدين أيام ميشيل عون عطل المجلس انتخاب رئيس الجمهورية سنتين ونص، وحزب الله بيقول لك يا بتروح على خيار أو روح بلط البحر مبدئيا، والحكومات ما بعمرها كانت تتأخر أشهر لتشكيلها إلا في ظل السلاح الإيراني اللي بتفرض إرادته، وهذا مشروع يلغي إذا بدك كل الهويات، الهوية المسيحية والهوية السنية والهوية الدرزية والهوية حتى الشيعية العربية. نعم بس ساعات اللواء حضرتكم هلأ عم بتلوحوا بسلاح التعطيل أيضا، لن نزعن لحدا، حضرتكم هلأ عم بتلوحوا بسلاح التعطيل أيضا، هذا يعني سلاح دستوري وقانوني مش سلاح تبع حزب الله، هذا موقف سلاح الموقف، هذا سلاح الموقف اللي حق اعمله. تفضل قاسم هشام يقول انه فعلا انه بالنهايه حقي اني ما انزل الحقيقه، وانا لو كان في نص دستوري حكما كنت يعني محشور اني انزل، بس عم تعطوهم براءة ذمة لفريق 8 اذار وتعطيلهم السابق انتخابي. ساعات اللواء سمعتني عم بقول لك عم تعطيهم براءة ذمة لفريق 8 اذار اللي كانوا عم بيعطلوا سابقا وعم تنتقدوهم. طبعا لوحوا انا مش عم عطل، انا عم بقول طبقوا الدستور، اعطيني نص دستوري وانا حاضر، ما في نص دستوري انه بنيه تلزمني بالحوار. وقت اللي كان فيك توصل مرشحك، مش عم بحكي لقاسم هشام، عم بحكي لحزب الله، ما سالت عن خياراتي ولا سالت عن وضعي ولا سالت عن رايي ولا اي شيء، كنت تفرض بقوه سلاحك اللي بدك اياه تماما. تلت المعطل الحياه الامانه اذا بدك ما كان موجود الا بقوه سلاح 7 ايار، كذلك الامر الحياه الامانه حصه وزراء لرئيس الجمهوريه ما كان في منها، رئيس الجمهوريه هو حكم منه فريق كذلك الامر، يعني بده قوه سلاحه يغير كل قواعد اللعبه ويفرض اذا بدك دستور جانبي او دستور موازي للدستور المنصوص. انا اي شيء دستوري احترمه اكيد بمارس حقي الدستور، بس هاي الإذعان أنا برأيي انتهت المرحلة هاي. المشروع الإيراني كفى بقى إذا بدك تكبر علينا واستقواء علينا وفرض بسلاح مبدئيا وقتل شهداء، وأنا قلت له كمان حتى بوجود قاسم هشام الفرنسي أنه أنا باجتماعي السابق مش قتل لي حزب الله بس قياداتي، قتل لك كمان جنود 58 جندي من عندك، قتل لك سفيرك الفرنسي لويد دي لابار، قتل لك الملحق العسكري الفرنسي، قتل لك ميشيل سيرا، قتل لك كمان جنود من عندك مشاني، كيف بده ياني يكون امن على اولادي انا في ظل سلاح عم يقتلني وبيقول لي هذا مقاومه، بس يرتد السلاح على صدري هذا مش مقاومه، هذا اعداء مقاومه انا برايي، مشان هيك لن نزعن ولا نستقيل نهائيا، نحن شركاء في هذا الوطن الي مثل ما له وعلي مثل ما عليه مبدئيا، ما يحلم انه بسلاحه بياخذني محل ما هو بده، جيب لي نص دستوري باتفاق طيب، وانا ذكرت امبارح بتذكر قاسم هشام في ثلاث
بنود باتفاق الطائف من اهم ما يكون لم يسمح حزب الله بتطبيقهم. حصريه السلاح بيد الدوله اللبنانيه. انا ابن مؤسسه عسكريه، ما في دوله بالعالم فيها سلاح للجيش وفيها سلاح لميليشيا او سلاح اذا بدك لفريق وطني اخر مبدئيا. بالمقابل اللامركزيه الاداريه مش سلاح بس للفنطه. انا المقاوم وسام وسام الحسن المقاوم. نحن اولاد قاسم ما بدي اعمل سجال انا وياك، انت بتعرف محبتك واحترامك. من يقتل قيادة مقاومة؟ مين قتل داود؟ داود مين قتل؟ إذا يعني كان عندك مقاومة وطنية قبل ما يركب النظام الإيراني وعملت عمليات مشرفة بوش العدو الإسرائيلي، قتلت قياداتها من قبل حزب الله. أنت بتعرف ساعات اللواء خليني بس. من يقتل قيادات حزب الله ومن يحول المقاومة الوطنية إلى مقاومة مذهبية؟ ساعات اللواء خليني بس صوب بالموضوع.